سيداتي وسادتي، أسعد الله مساءكم جميعا، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج صفحات من تاريخ الكويت. تحدثنا في الحلقة السابقة مع فضيلة الشيخ عبد الله نوري، وهو كما أسرفنا من رجالات الكويت الذين عملوا في حقل التعليم والقضاء مدة طويلة في السنوات الماضية. تحدثنا في الحلقة الماضية عن مجال التعليم في الكويت وعن الحياة الفكرية والثقافية في ذلك الحين والنشاطات التي كانت في هذا المجال، ووعدنا أن نكمل في هذه الحلقة حديثنا مع فضيلة الشيخ عن القضاء في الكويت والمحاكم، إذ أن فضيلته خدم في هذا المجال سنوات طويلة أيضا. والواقع في الحلقة الماضية اللي خصصناها للتعليم في الكويت كان من المفروض أن نتطرق إلى مؤلف ألفه فضيلة الشيخ حول قصة التعليم في الكويت، لكن الوقت لم يسعفنا، ورأيت أن نستهل هذه الحلقة بأن يحدثنا فضيلته عن هذا الكتاب والذي دون فيه الواقع يعني فترة مهمة عن الحياة التعليمية في الكويت. بعد الترحيب بفضيلة الشيخ في الحلقة الثانية من البرنامج، يتفضل ويتحدث عن الكتاب. كنا فيما مضى كما قلنا في حلقة الماضية، كان لنا الدور في التعليم غير الدور الذي هو الآن أو الموجود الآن، ولهذا خوفا أو خشية من أن يضيع هذا الشيء أو هذه العادات تضيع وتذهب سدى ولا يطلع عليها أبنائنا الناشئين، حبيت أن أدون بعض ذكرياتي التي مضت أو عشتها مع التعليم الماضي، فعملت هذا الكتيب الصغير وضمنت تاريخ التعليم من سنة 1300 هجرية إلى الدور أو إلى التاريخ الذي أنشئت فيه دائرة المعارف أو وزارة المعارف، وهو سنة 1356 أو 57 هجري. فكتبت في هذا، ففي يوم من الأيام، وأظنها كانت في خلال سنة بعد 60 هجرية، طلب مني بعض المدرسين في المدرسة الثانوية التي كانت هي المباركية أن أقص عليهم هذه القصة، فألقيتها في محاضرة استغرقت تقريبا حوالي 50 دقيقة، وختمتها بهذه القصيدة التي هي حقيقة المعلم في ذلك الزمن أو في كل زمن من الأزمان، كل معلم ناصح. قلت في هذه القصيدة: من ذلك البر الجواد بنفسه ليفيد غيره، ويعيش طول حياته عيش الكفاف يذوق مره، ويبدد الحلك المحيط بكل إحساس وفكرة، من نور ناظره ونار ضميره وهب المسرة، يهدي سواه إلى الهناءة وهو في بأساء عسرة، وكأنما البأساء نار طهرت بالصهر تبرة، وهناؤه أن يستفيد النشء إدراكا وقدرة، ويرى لعزة شعبه في الناس عزته وفخره. ذاك المعلم هل رأيت سواه شاما فاق بره؟ الشعب يسعد ما بقي في شعبه للدرس أسرة، وإذا أقر به المعلم والمريد أطال عمره، وإذا تفرق نشأه في الملهيات اختط قبره، وإذا فقدت الدرس فيه فقدت حرته وحره، لأن الجهل إذا حل بالناس أصبح قرود. يا وارث الرسل الكرام، هو المدرس والمدرسون كلهم والرسل كلهم مدرسون، وخير المدرسين محمد صلى الله عليه وسلم سيد الرسل. يا وارث الرسل الكرام،
ومرشدا من ضل سيره، يا ماحيا بالعلم ليل الجهل، إن أطلعت فأن أطلعت فجره، يا آسي الروح السقيم، ومانعا عنه المضرة، يا كاشفا بمكارم الأخلاق عن ذي الخلق شرة، أنت الحياة، وإن عهدك في حياة المرء غرة. ومن فينا ما يذكر عهد التدريس، عهد الدرس. أنت الحياة وإن نعماها بعهدك مستقرة، لولاك ما عرف الفتى، لولاك ما عرف الغني حسابه 1010، كلا ولا نال الأمير مكانه ليقول أمره، وهل الزعيم أفاد لو لم يستفد درسا وعبرة؟ الفضل أنت غرسته ووضعت للناشين بدرة، وجناه من طلب العلا ومن اليراع سقاه حبرة. ختمت محاضرتي بهذه القصيدة، وكانت الحقيقة تلك المحاضرة هي النواة لتأليف هذا الكتاب. ألفته لا لأحد، وإنما لطلبتنا في هذا العهد، حتى يعرفون الصعوبات التي كنا نتلقاها، وكيف أن الواحد منا ما يقدر أن يكتب إملاء أو ينشئ إنشاء إلا بعد أن يتأذى في كيف يحصل القلم والقرطاس الذي يكتب فيه. لا شك جيل الكويت اليوم جيل يدين بالعرفان والجميل للرجال الذين يعني وضعوا الأسس، والذين قدموا الكثير من التضحيات من وقتهم ومن جهدهم ومن عمرهم في سبيل وضع الأسس لحياة رخية وطيبة. ف يعني التاريخ هو وحده، وهذا الجيل هو الذي والأجيال القادمة هم الذين سيقدرون الواقع الدور الكبير الذي قمتم به. إن شاء الله يقدرون في الماضي، عساهم يقدرون. فضيلة الشيخ، في الحلقة هذه قلنا احنا بنتحدث عن مجال القضاء والمحاكم، ولا شك أنت قضيت في هذا المجال فترة طويلة من الزمن، فلو حدثنا أول ما جيت إلى أول ما طلبت ككاتب في المحكمة، كيف كانت المحكمة، ومن كان السلك القضائي، ومن الناس اللي انضموا وجاءوا بعد تعيينك؟ دخلت المحكمة في يوم 21 جماد الثاني سنة 1353 هجري، ما أضبط في أي يوم كان بالتاريخ الميلادي، إنما يوم 21 جماد الثاني سنة 1353 هجرية 54 هجرية 54. وكان ذاك اليوم المحكمة مكونة من عبد الله الجابر الشيخ أبو جابر رئيس، ومن عبد العزيز حمادة الشيخ عبد العزيز حمادة الله يرحمه، والشيخ عطية الله يرحمه كان قاضي ومساعد قاضي، وأقدر أقول لك حتى كاتب ما كان عند المحكمة أو عند القاضي، كان القاضي هو بنفسه هو يقضي وهو يكتب وهو كل شيء. وكنت أنا كاتب مع عبد الله الجابر، وكان المرحوم الشيخ إبراهيم العساني يسجل وثائق عقود البيع العقار، عقود بيع العقار اللي نسميه احنا وثيقة تملك. كان في الناحية الثانية صباح بن دعيج كشرطة أو كأمن، كان معه كاتب خالد العدساني ابن إبراهيم العدساني، وكان عنده 4-5 فداوية يساعدونا في ضبط الأمن في البلد وحراسة البلد في الليل. وكان هذا هو القضاء. ربما تسألني تقول لي كيف كان قبل هذا القضاء، كيف كان القضاء قبل هذا العهد؟ أيضا فعلا سؤال مهم جدا. أي نعم، القضاء كان قبل هذا العهد عبارة عن حصير أو دكة يقعد عليها الشيخ في أي ناحية من نواحي البلد، في السوق وقت الظهيرة، في الصفات وقت العصر أو وقت الصبح،
يجون المترافعين والمتخاصمين يقفون أمامه يشتكون عنده، المدعي يدعي والمدعى عليه رد الدعوة، وتنفصل في يمين بدون كاتب وبدون مسجل وبدون أي شيء. فإذا نطق الشيخ الذي هو الشيخ السلطة يعني وشيخ القضاء، إذا نطق بالكلمة فهذه الكلمة مقدسة، تعتبر نص منزل، ويروحون بدون وينفذون الكلام. فإذا أحد الخصمين طلب الشريعة وحيل إلى القاضي، والقاضي مجلسه في بيته ليس في مكان ثاني، وبيته مفتوح ليلا نهارا مساء صباحا فجرا عصرا أي وقت كان، يجون يدخلون على القاضي في بيته ويقصون عليه القصة، وينطق القاضي بالحكم في نفس الجلسة بدون تدوين وبدون جسم. ولا محتمل أيضا لو مثلا نطق المدعي وكذبه الخصم الثاني يمكن يرجع إذا كان المسألة كذب. فكانوا نادر يحتاجون إلى الشهود، من النادر أن يحتاجون إلى الشهود أو من النادر أن يحتاجون إلى البينات، إلا في بعض الأحيان تكون نادرة جدا والمنكر ينال عقابه وينال إهانته. أما بعد أن ترتبت الدائرة التي هي عبارة عن الكشك الذي كنا نسميه الكشك الذي فوق سوق الخضرة الآن، جاء عبد الله الجابر قعد فيه وعنده كاتب وعنده مسجل الوثائق، والقاضي أيضا وضع له مكان هو ديوانية بيت الشيخ حمادة أول، وبعد ذلك انتقلنا من ديوان الشيخ حمادة إلى مكان النادي الأدبي اللي تكلمنا عليه في الحلقة الماضية الذي هو ديوان الجوعان، ووضع عنده كاتب يكتب الأحكام. وكانت الطبيعة أيضا في نفس الوقت يأتون الخصوم يقفون أمام الشيخ، إن رضوا بحكم الشيخ فصل فيما بينهم الشيخ وانتهى الأمر، وإن لم يرضوا في حكم الشيخ وطلبوا الشريعة يروحون عند القاضي، والقاضي أيضا يستمع قول المدعي والمدعى عليه، ثم ينطق الحكم بالحكم ويكتب إلى عبد الله الجابر، وعبد الله الجابر ينفذ الحكم إذا احتاج إلى تنفيذ، وإلا في الغالب كانوا هم بأنفسهم الخصوم ينفذون الحكم بدون اعتبار أن يعني الكوت كانت عبارة عن أسرة واحدة، كانت كأسرة واحدة. وأقدر أقول لك مر دور على الناس كان إذا واحد جاء للمحكمة يقولوا لعسى ما شر، لأنه ما يحد على المحكمة إلا الساعة القشرة، يعني المضطر جدا وهي دلالة أنه يعني كان مجتمع نقي وصافي وطيب وخالي من كل كدر. طال عمرك هل يعني جاءوا أيضا إلى سلك القضاء ناس جديدين بعد هالفترة هذه؟ هي القضاء أول ما تكون في الكويت تكون في عائلتين، عائلة لأبناء السنة وهم العداسنة، وعائلة لأبناء الشيعة وهم المزيدي. هالعائلتين تولوا القضاء. أفتكر العداسنة يبدأ تاريخهم من سنة 1180، من سنة 1180 هجرية. أما المزيدي فعلى موجب ما سمعت أو أذكر أنه إبراهيم آخر قضاة الشيعة من العائلة هذه، ابن محمد، ابن موسى، ابن محمد. ومحمد على موجب ما أسمع أنه سنة 1220 بدأ قضاء في الكويت هجري يعني. فبقي القضاء في العدساني ولم ينتقل منهم إلا في فترة وجيزة لا أذكر تاريخها بالضبط، انتقل من العدساني إلى بن فيروز، ثم بعد ذلك في فترة رجع إلى سنة 1348 هجري. توفي آخر من تولى القضاء من العدساني وهو الشيخ عبدالله بن خالد رحمة الله عليه في أول ليلة من ليالي رمضان. إيه؟ فتولى القضاء من بعده الشيخ عبدالله الخلف، وبقي فيه سنة
أو 13 شهر قمري، لأن الشيخ عبد الله رحمة الله عليه تولى القضاء في أول ليلة من رمضان سنة 48 وتوفي في ليلة 26 رمضان سنة 49. معنى ذلك أنه تولى 13 شهر قمري. ثم بعد ذلك تولى القضاء من بعد الشيخ يوسف بن عيسى إلى فترة قريبة، وأظنها سنة 52 هجري. بعد ذلك تولى عبد العزيز حمادة بالاشتراك مع الشيخ عطية، أي وأضيف للشيخ عبد العزيز حمادة في فترة من الزمن الشيخ عبد المحسن بابطين رحمة الله عليه أشهر قليلة، ثم رجع عبد العزيز حمادة لوحده إلى أن جاءت سنة 1364 هجرية، انفصل الشيخ عبد العزيز حمادة من القضاء وبدأت القضاء بهيئة، دائما قاضيين ثلاثة قاضيين ثلاثة إلى وقتنا الحاضر، حيث أصبح القضاء تقريبا حول 70 قاضي أو أكثر. كان القضاء في ذلك الزمن لا يحكم بغير الشرع، كان الشرع هو القضاء، فكان جميع الأمور سواء كانت تجارية أو مدنية أو أحوال شخصية أو أي شيء كان، كان القضاء هو الفقه الإسلامي، وكان الفقه الإسلامي الذي يحكم به هنا هو الفقه المالكي. هذا بالنسبة لأبناء السنة. كان بالنسبة لأبناء الجعفرية طبعا الفقه الجعفري، فما كنا نعرف شيء اسمه قضايا مدنية، ولا كنا نعرف شيء اسمه قضايا تجارية، ولا كنا نعرف شيء اسمه أحوال شخصية، كل شيء يحال إلى الشرع. وعندنا مثل دونت أيضا في كتاب الأمثال، يد تقطعها الشرع ما هي عظبة، يد تقطعها الشرع ما هي عظبة، وهذا المثل معروف عند الحضر والبادية. وفي الغالب كانت القضايا تنتهي بدون تسجيل، يجي فلان وفلان يقفون أمام القاضي سواء كانوا من عائلة واحدة أو من عائلتين متفرقتين أو تجار بالسوق أو كذا، يقفون أمام القاضي ويتكلمون، كل واحد يتكلم بما عنده، ويقول لك القاضي الحكم لا والله الحق مع فلان، روح عطيه، قال إن شاء الله، الله يعز الشرع، ويمشي يدبر، الله يعز الشرع، ما يجادل ولا يحاجج ولا أبدا. فضل الشيخ، في يعني حسب ما يعلم أغلب الناس أن في حادثة هامة حصلت في القضاء سنة 1364 هجرية، فيعني للتاريخ في هذا البرنامج لو حدثنا عن هذه الحادثة وألقيت الأضواء عليه. حصلت قضية، والحقيقة كانت القضية، والله أنا ما أحب أني أذكر أسباب القضية، أهل القضية هذه، لأنها قضية راحت، أهلها راحوا الله يرحمهم جميعا، فكانت طولت وانقسمت فيها الأفكار إلى قسمين، واحد يدعي الفريق الأول مبطل والفريق الثاني محق، والثاني يدعي أن الفريق الثاني محق مبطل والثاني والأول محق، وهكذا تشعبت فيها الآراء. فأراد الشيخ عبد الله الجابر الذي هو كان بصفته وزير العدل أو رئيس المحاكم في ذلك اليوم أن يقطع ألسنة الناس، فتراجع أو عرض الفكرة على الشيخ أحمد الجابر رحمة الله عليه، كان ذاك اليوم هو الأمير، في أن تكون هناك هيئة للمحكمة حتى لا يكون القاضي منفرد أو الحاكم منفرد، فتكونت هيئة من خالد الزيد الله يرحمه، ونصف اليوسف الله يرحمه، وعبد الحميد الصانع الله يكتب عليه السلامة، فتشكلت هذه الهيئة وجو صاروا أعضاء، وما أدري في أي شهر، إنما أتذكرها في سنة 1364 هجرية. وبهذه الهيئة
أخذت أغلب القضايا اللي تعرض تنفصل عند عبد الله الجابي، ولا سيما القضايا التجارية بصفتهم هذول الثلاثة تجار وعارفين الطريقة التجارية وعارفين بعض العادات التجارية وعارفين مثلا بعض المسائل الشرعية في التجارة. ولكن هذه الهيئة أيضا لم يطل زمنها، وأفتكر استقاموا حوالي يمكن سنة أو تزيد على السنة أيام، بعد ذلك استقالوا ورجعت الأمور كما هي. ما أدري، إحنا نكمل أيضا حديثنا عن القضاء يعني في موضوع بعد ما أنشئت دائرة المحاكم. أيه. موضوع يعني الترافع، كيف كان مثلا المترافعون يرفعون مرافعاتهم، بعدين هل كان طبعا في سجلات الفترة هذه اللي بدت تنتظم فيها يعني هي الحقيقة النظام الحالي هذا بدأ طبعا معروف عند الناس أنه بدأ في الشهر العاشر من سنة 60 ميلادي. أما بالأول ما أشوف يعني شيء اسمه نظام، إنما كان النظام يمشي بالتدريج. مثلا في فترة من الزمن حصل عندنا دفاتر اسمها سجلات الأحكام، فكان القاضي يذكر أو يملي على الكاتب اسم المدعي واسم المدعى عليه والحكم في القضية، ما يقول الدعوة شنو هي، اسم المدعي والمدعى عليه والحكم في القضية، ويكتب في هذا الحكم الذي يمليه على الكاتب ليسجله بالدفتر يكتب فيه رسالة: صاحب السعادة رئيس المحاكم، حضر عندي فلان وفلان، نعم، وحكمنا في قضيتهم بكذا وكذا، الحق على فلان سلمة أو الحق على فلان أو أصلحنا فيما بينهم أو ما أشبه ذلك. ثم بعد ذلك توسعت بعد سنة 64 توسعت، أخذوا يذكرون الدعوة للمدعي ورد الخصم عليه والحكم، فكانت عبارة عن أسطر صغيرة في رسالة صغيرة تكتب وباللحظة يروح الخصمين للقاضي ويترافعون وتكتب قضيتهم ويرجعون ويأمر رئيس المحكمة المحكوم بالتنفيذ. فتجد التنفيذ ينتهي بسرعة، أو مثلا إذا عصعص المحكوم ألقي بالسجن فترة قليلة ونفذ الحكم. بقي عندنا مسائل أخرى، مثلا وكالات من كان يكتبها، عقود الزواج من كان يكتبها وهل كانت موجودة عقود زواج أو ما موجودة، وهل كانت هناك مثلا إثباتات حالة أو ما أشبه ذلك، كل هذه كانت يقوم فيها القاضي الشرعي. يجي الموكل يقف أمام القاضي الشرعي يقول له: يا قاضي اكتب وكالتي لفلان آدمي، اكتب وصيتي لفلان آدمي. فكان القاضي الشرعي هو كل شيء في البلد، هو حاكم مدني، حاكم جزائي، حاكم تجاري، هو موثق عقود، هو كاتب عدل، هو موثق زواجات، هو كاتب طلاقات، هو إلى آخره، كاتب وصايا، وكله كان فيها السجل هذا. إلى أن صارت سنة 64 تقريبا أو سنة 65 بدأت السجلات تتوزع، فمثلا وجد سجل الوكالات، وجد سجل عقود الزواج، وجد سجل الطلاقات، وجد سجل. في أواخر سنة 65 أو 66 في شهر رجب أو رجب تقريبا أتذكر، رادت المحكمة الشرعية أن توسع، لأن بدأت البلد تتسع وخصومات الزوجية بدأت تجي ترد إلى المحاكم بكثرة. الحالة الاجتماعية أيضا طرأ عليها تغير جديد. إيه، فجعلت في البلد ثمانية من الأئمة، أئمة المساجد، سموهم مأذونين،
ووزعوا عليهم سجلات لكي يثبتون فيها عقود الزواج أو يثبتون فيها الطلاق. ثم صار هناك عدم نظام، قيل لنا أن امرأة تزوجت لها زوجين وكان لها زوج في مكان وزوج في مكان آخر، فأمرت المحكمة أن، وكانت أجنبية طبعا مو كويتية، أن يمنع توثيق الزواج من قبل المأذونين أو إجراء عقد الزواج من قبل المأذونين إلى أي أجنبية على كويتي أو إلى أي كويتية على أجنبي إلا من قبل المحكمة أو بإذن يؤخذ من المحكمة. ثم هناك بعض الناس صارت عندهم امرأة تدعي أنها مطلقة والرجل يقول أنا ما طلقت، أو الرجل يدعي أنه مطلق وهي تطلب نفقة وتقول أنا ما طلقت، فأيضا صارت هناك أيضا توثيق للطلاقات بحيث أن المرأة لما تطلق لازم يكون عندها وثيقة مكونة من نسختين، نسخة بيد الزوج ونسخة بيد الزوجة، وتكون هذه الوثيقة مصدقة من قبل المحكمة. فكل ما طرأ في الحالة الاجتماعية طارئ يهدم حسن النية حصل في المحكمة ما يعني يثبت هذه الحالة التي تزول بها هذا الشك. وما أدري هل في أيضا معلومات أخرى تحب أن تسجلها عن القضاء والمحاكم غير اللي قلتها الآن؟ والله أنا الحقيقة أريد أبين للجمهور، عندما قلت في مبدأ جلستنا هذه أنه لما يرون الإنسان عند المحكمة يقول عسى ما شر، مر دور على الكويت كان القاضي أو الحاكم يجلس ويقوم ما يجي أحد. كان كبار المحلة مثلا أحمد الحميضي في محلة الجبلة، مثلا حمد الصقر في المحلة القبلية أكثر، لما يصير خصومة بين أهل المحلة بين أطفال اثنين أو بين رجلين أو بين رجل وزوجة أو بين قريب وقريبة كانوا يروحون إلى كبار المحلة، وكبير المحلة كأب ينهي القضية، فيقول لنا شيباننا الله يذكرهم بالخير أنه في يوم من الأيام حصل بين شابين من فريج بن دعيج نزاع، تضاربوا الشابين تفالعوا، واحد راح مفلوع ودمه يسيل عليه والثاني مضروب والثيابة مشققة، راحوا لمن؟ للمرحوم الشيخ سالم يشتكون عنده. فالتفت لهم وقال لهم انتم من اي محلة؟ قالوا احنا محلة بن دعيج. قالوا جاييني من شبيركم؟ وين بن دعيج؟ وين عبد العزيز بن دعيج؟ قالوا ما رحنا له، فارسل على عبد العزيز بن دعيج وجاء اثنين صبيان من فريجك يتضاربون ويجون يشكون عند الشيوخ، فيلا قم خذ عيالك وروح اصلحوا. فهذا الذي خلى الناس في ذاك الزمن انه يقعد القاضي ويقوم طول النهار دون ان يجيه احد. كانت روح الاسره، كانت روح الاسره موجوده، وكانت المحله كانت كعباره كاسره على اتحاد. حتى طرت علينا الاحوال الثانيه، وال البلد أصبح عبارة عن ملفى، وعادات الناس اللي جابوها لنا اللي هي عبارة مستوردة أصبحت سائدة فينا، وذيك العادات الحلوة اللطيفة التي كانت عندنا كلها راحت. فضيلة الشيخ، في نهاية الحلقة هذه من البرنامج نقدم لك باسم التلفزيون وباسم المشاهدين الشكر الجزيل على المعلومات القيمة اللي أتحفتنا بها في حلقتنا الماضية عن التعليم والحياة الأدبية في الكويت، والحلقة هذه عن القضاء في الكويت، ويعني نرجو ونضرع إلى الله أن يطيل في عمرك وأن يمتعك بالصحة والعافية،
أن نحقق يعني لبلدنا الكويت كل الخير بإذن الله، وأن نكون فعلا قد عرضنا للسادة المشاهدين صورة واضحة عن جانب مهم من حياتنا في الكويت في الماضي، اللي هو جانب التعليم وجانب القضاء. والله أنا عندي الآن قاعد أشتغل في مؤلف جديد كتبت منه قسم، وهي عن حكايات من أمجادنا الكويتيين، سميتها حكايات من أمجادنا. قصيت في قصص من عهد محمد الصباح، استمعتها من شياب الله يرحمهم والله يطيل الأعمار الموجود منهم، وقاعد أدونها تقريبا حوالي يمكن 40 قصة أو 35 قصة، بلغت الآن هي 28، وإن شاء الله ربي يوفقني أن أكملها وأعرضها على جيلنا الجديد. وأنا إذا ألفت كتاب أو وضعت كتاب فإنما أضعها للجيل الجديد، أما جيلي أنا فعرف وحصل الحاصل وعاش في الزمن الذي كان عبارة عن كزمن ملائكة. نرجو أن تتاح للجيل الجديد فعلا قراءة هذا الكتاب والاستفادة منه. إن شاء الله. شكرا مرة أخرى. الله يسلمك. سيداتي وسادتي، إلى هنا تنتهي هذه الحلقة من برنامج صفحات من تاريخ الكويت، وكان لقائنا مع فضيلة الشيخ عبد الله النوري، وهو من رجال الكويت المعروفين الذين خدموا طويلا في مجال التعليم ومجال القضاء في الكويت في الماضي. نرجو أن نلتقي معكم في حلقات قادمة، وإلى اللقاء إن شاء الله.